الله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. مرحبتي بكم جميع، معكم الدكتورة رجيب السباعي الإدريسي الهاشمي، رئيسة المنظمة العالمية للسلام والتنمية الدبلوماسية فرع المغرب ومستشارة شؤون الدول الإفريقية في الهيئة العليا وزيرة مكلفة بالمنظمة سفيرة النوايا الحسنة وسفيرة السلام. بهذه المناسبة اليوم كنحتفلوا في المنظمة من داخل المقر مسابقة تجويد القرآن اللي كانت فيها الإقصائيات كانت أيام 17 و18 واليوم 25 جرينا فيها النهائيات اللي كانت ما شاء الله تبارك الله فيها كانوا المشاركين من داخل المملكة المغربية ومن خارجها ومرت كاملة ما شاء الله تبارك الله واحد الفرح وكانوا جميع المشاركين يستحقوا التكريم ويستحقوا كذلك الجوائز ولكن كما تجرى العادة اقتصرنا على أربع فائزين فقط. كان الأول كيمثل مدينة أسفي والفائز الثاني كتمثل مدينة فاس والثالث كيمثل أزيلال والرابع كان من سينيغال وكانت ما شاء الله كلها داز بواحد كيف ما قلت بواحد النجاح وخصوصا أنه يعني هذه المسابقات القرآنية ما خصهاش تقتصر فقط على شهر رمضان خاصها دائما تكون لتشجيع الشباب على حفظ القرآن وما شاء الله تبارك الله كنشكر جميع الحضور وجميع اللي ساهموا معنا وكذلك المجلس العلمي اللي كان بتعاون معنا وكانت كذلك حتى لجنة التحكيم كانت في المستوى ما شاء الله كانت يعني فيها واحد
بواحد النزاهة يعني وكل يعني خرج فرحان وما شاء الله. وتلات الحفلة اللي احتفلنا بعد صلاة التراويح ليلا يعني كان فيها مجموعة أمداح نبوية ومرات كاملة ما شاء الله في أجواء روحانية. وكنشكركم وكنشكرك أنت كذلك وتحياتي لك. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سويجا للعمل النشاط اللي قامت به المنظمه العالميه للسلام والتنميه الدبلوماسيه فرع المغرب برئاسه الدكتوره رجيبه السباعي الهاشمي، جاءت مجموعه الفتح والمديح والسماء من باب لتحتفل معهم بهذا النشاط الذي هو عباره على حفل تجويد القرآن الكريم. هو نشاط لي نزل تجويد بزاف وكان كل شيء رائع في المستوى وكانت الأجواء جميلة بزاف، أجواء خصوص سنة رمضان اللي دابا في العشر الأواخر ديالو. كنتمناو الجميع رمضان مبارك سعيد وحنا دابا على الأبواب ديال إن شاء الله كنباركو كامل وكنباركو الأمة الإسلامية جمعاء. نقول لكم عيد مبارك سعيد وشكرا لكم. الاسم الكامل عبد العزيز بالرحت إمام وخطيب لمدينة بني ملال وطالب جامعي في سنة الإجازة بكلية العلوم والآداب الإنسانية لمدينة بني ملال. سبحانه وتعالى الذي سخر لنا هذا اللقاء وقد قمنا بتحكيم مسابقة تجويدية للقرآن الكريم في حال هذا المقر المبارك المنظمة العالمية للسلام والتنمية الدبلوماسية فرع المغرب. وقد مرت هذه المسابقة في أجواء تنافسية وفي أجواء ربانية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من القائمين على هذه المسابقة أن يتقبل منهم وأن يجعلها في ميزان حسناتهم وأن يجعلنا ممن قاموا وصاموا رمضان إيمانا واحتسابا. وقدموا الشكر الجزيل لنف تي في التي غطت هذا الحدث المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.